الأخ محمد من الرياض، السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ خالد. حياك الله. عليكم السلام، أهلا وسهلا بك. جزاك الله بالخير. جزاك الله بالنور والكرامة. حياك لدي الله يرضى عليك. بس في دقيقتين مباهلة. نعم. من طرف واحد وهي اللهم إذا كان يوجد مهدي عايش الآن، اللهم وأمن على كلامي، أجعلني أفقد عيالي في حادث مروع. إذا كان يوجد مهدي عايش الآن كما على رسلك، على رسلك يا أخانا، اللهم اجعلني أفضل على رسلك، على رسلك. هون عليك يا أخانا، أخاف عليك، أخاف عليك يا شهد الله. لا لا تخاف علي، لا تخاف علي. أولا للمباهلة، للمباهلة شروط يا محمد. المباهلة لها شروط. أولا أن يختتم النقاش أو الحوار أو المناظرة بمباهلة، تباهلني وأباهلك، والمباهلة من طرفين وتكون تحت السماء، لها شروط ولها آداب خاصة. أنت لا لمت... أنا ما أريد أس... اسمعني أس... اسمعني 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 يا أخانا، اسمعني جزاك الله خيرا. لم تركض على المباهلة بشكل مباشر ولا تنظر إلى الدليل والبرهان؟ لم لا تقرأ كتاب الله تبارك وتعالى وأحاديث النبي صلى الله عليه وآله حتى تعرف وحتى تعلم؟ أنت حالك يا أخانا كحال ذلك الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال تنصيب علي منك أم من الله تبارك وتعالى؟ قال بل من الله. قال اللهم انطر علينا حجارة من السماء، فنزلت عليه حجارة من السماء دخلت من رأسه وخرجت من دبره وخر لساعته. معي محمد؟ أنا يا شيخ أنا معك. نعم. أنا أباهل من طرف واحد، خليني أتحمل. وأنا أخاف عليك يا أخانا، لما تباهل؟ لا. وبعدين للمباهلة شروط وآداب. اسألني سؤال عن وجود الإمام المهدي صلوات الله عليه، أعطيك الدليل والبرهان، أعطيك الدليل والبرهان، فانظر في الدليل والبرهان. الله تبارك وتعالى ما أدركته الأبصار بالعيون، الله تبارك وتعالى عرف عن طريق الدليل والبرهان. النبي صلى الله عليه وآله رأيته أنت بعينك، ما رأيت النبي صلى الله عليه وآله، عرفت بوجود النبي صلى الله عليه وآله عن طريق الدليل والبرهان. كثير من الأشياء التي نعرفها اليوم عن طريق الدليل والبرهان. فوجود الإمام المهدي صلوات الله عليه واحدة من عرض تلك الموجودات، تنظر إليها وتفحصها عبر الدليل والبرهان. لا نحتاج إلى أمر المباهلة ولا الملاعنة ولا الملاسنة ولا مناظرة بالدليل والبرهان. أن الإمام صلوات الله عليه موجود في زماننا هذا، موجود في يومنا هذا، وانتهى. موجود وش منع ولا يظهر يا شيخ خالد؟ لا يظهر الإمام صلوات الله عليه لمصلحة ربانية ولشرائط، إذا اكتملت تلك الشرائط خرج الإمام صلوات الله عليه. أنا أسألك الآن، إذا كان عيسى عليه السلام حيا ومرفوعا إلى السماء، فلما لا ينزل اليوم؟ لما لا يظهر اليوم؟ أليس هنالك وقت معلوم يعلمه الله تبارك وتعالى لظهور عيسى عليه السلام؟ عيسى مرفوع ولكنه متوفي، ليس حيا، ليس حيا كحياتي. عندكم أن عيسى عليه السلام رفع إلى السماء دون أن يموت، ما مر عليه الموت؟ لا، متوفي. متوفي بمعنى أنه توفي ومات؟ متوفي. ثم نعم. رفع من قبره؟ ها؟ أنت تعتقد أن عيسى عليه السلام صلب ومات؟ لا. طيب تعتقد أن عيسى عليه السلام مات ثم رفع؟ أعتقد أنه متوفي. يعني توفي، يعني توفي أي بمعنى أنه مات ثم رفع إلى السماء. ثم رفع إلى السماء. تخالف اعتقادك، لأن الاعتقاد عندك أن عيسى عليه السلام رفع إلى السماء مباشرة. رفع إلى السماء نعم مباشرة، ولكنه متوفي دون أن يمر عليه الموت. اترك عيسى عليه السلام، عندك الخضر صلوات الله عليه، أليس يعيش على أرضنا هذه ويعيش من ذلك الزمن؟ الخضر عليه السلام، دع عنك الخضر عليه السلام، المسيح الدجال عندكم في حديث الجساسة في صحيح مسلم أن تميم الداري وأصحابه خرجوا إلى البحر وفي عرض البحر تاهوا،
وصلوا إلى جزيرة وجدوا دابة مقيدة بالسلاسل، سألوه أو سألتهم الدابة: خرج نبي فيكم؟ قال: من أين أنتم؟ قالوا: من جزيرة العرب، من أرض العرب. جرى كذا وكذا؟ قال: نعم جرى وكذا وكذا. خرج فيكم نبيا اسمه محمد صلى الله عليه وآله؟ قال: نعم خرج النبي. قال: فأنا الجساسة أخرج في آخر الزمان. الجساسة لازالت تعيش إلى يومنا هذا وستخرج في آخر الزمان على اعتقادك أنت، لا ترى بها شناعة. يا شيخ خالد، أنا حضرت الله ياري هذا، حتى الله ياري هذا في قناة أهل البيت بدون ذكر أسماء. هو قال أمضي في موضوعك بدون ذكر أسماء. هو قال لي بالحرف الواحد إن 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 المهدي خايف. قلت: كيف يخاف؟ اللي الله أعطاه العمر هذا بالمعجزة، يعني مو قادر يحميه؟ سبحان الله، مو قادر يحميه. ليش ما يظهر نفسه ما دام معطي هالمعجزة هذه؟ إذا في حكمة إلهية تحميه، ليش ما أنا أعطيك الجواب باختصار يا خانة. لكن أنت ما قلت لي حقيقة. نعم، للظهور موجبات وشرائط وعلامات، فإذا اكتملت الموجبات يخرج الإمام المهدي صلوات الله عليه، وإذا اكتملت العلامات يخرج الإمام المهدي صلوات الله عليه. هذه الموجبات، هذه الشرائط لم تكتمل بعد. لكن تبي الحقيقة يا شيخ خالد، كل يعني المدخل الوحيد ممكن على الإمامية هو قضية المهدي. لا ليس صحيحا والله العظيم. لا ليس صحيحا. إن لا يا أخ محمد، إنما الإمامية تعمل بحديث النبي صلى الله عليه وآله: لا يزال الدين عزيزا مع وليهم 12 أميرا أو خليفة كلهم من قريش. أعطني 12 أميرا أو خليفة عند كل فرق المسلمين، لن تجدها إلا في الإمامية، عملا بحديث النبي صلى الله عليه وآله. صح الحديث وطابق الواقع. النبي صلى الله عليه وآله ينطق: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حينما يخبر بالأمور المستقبلية فإنها تطابق الواقع. حينما قال أن هذا الدين لا يكون عزيزا إلا ما وليهم 12 أميرا كلهم من قريش، ثم يأتي علي صلوات الله عليه والحسن والحسين إلى أن تصل إلى الإمام الهادي، ثم الإمام الحسن العسكري عليه السلام، ثم الإمام المهدي صلوات الله عليه، فطابق قوله الواقع الموجود. لكن ترى يا شيخ، حتى يعني نص الحديث هذا لا يثبت انه يقول لا يكون عزيزا. عندك الاسلام عزيزا دليل اليوم، وفعلا لم يكن يعني في اثناء الدوله الامويه والدوله العباسيه بالفاظ اخرى. بالفاظ اخرى، اولا عندك الدوله الامويه كان الاسلام بها عزيزا على ما تعتقد انت ايضا، الخلافه خلافه الراشده، ثم ملكا، ثم ملكا عضوضا الى اخره. الشاهد في مسألة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كنت بذكر شيء وأنت ذكرت الدولة الأموية على عزة الإسلام. في ألفاظ أخرى للحديث أن النبي صلى الله عليه وآله يقول: لا يمضي الإسلام إلا بعد قيام 12 خليفة كلهم من قريش. يعني هذا الإسلام يبقى إلى آخر الزمان، إلى يوم القيامة، بإثنى عشر خليفة، بإثنى عشر أميرا كلهم من قريش. أعطني 12 أميرا تعتقد بهم أنت. ثم إن من لم يعرف، عندك هذا حديث إمام الزمان: من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. من إمام زمانك؟ سلمان بن عبد العزيز؟ لا أظنك يا أخانا ترى إمامة أو خلافة سلمان بن عبد العزيز. تحترمه نعم، قد نوعا من الأنواع تقدره في جانب من الجوانب نعم، أما أنك ترى بأنه عاملا لله تبارك وتعالى في أرضه فإنك لا ترى هذا. رجل شارب للخمر، زان، فاسق، مجرم، ماجر. يا شيخ خالد، صح أم لا؟ فإمام الزمان العامل بسيرة، العامل بأمر الله تبارك وتعالى وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، يجب أن يكون تقيا ورعا. أنا الآن أعيش في بلد غربي، لحظة، أنا خل نفترض الآن أن أنا بكري أعيش في هذا البلد الغربي، من إمام زماني؟ الملك إليزابيث، امرأة كافرة أحشر معها يوم القيامة؟ من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. من إمام زمانك؟ حتى لا أوقع الإحراج عليك، قد أنا ظروف ذلك البلد لا تمنع لك من التصريح، أنا أسقط هذا المثال على نفسي. حب أنني أنا بكري
أعيش في هذا البلد الكافر، ما رأيك من إمام زماني إن لم يكن الإمام المهدي صلوات الله عليه؟ أجبني أخبر. يعني لازم يكون في إمام حتى لو يعيش الحياة. حديث حديث النبي صلى الله عليه وآله من مات ولم يعرف إمام زماني. أنا قلت لك هو مدخل، والله مدخل. ابن حجر الهيتمي أخي، ابن حجر الهيتمي في الصواعق المحرقة يقول: في كل خلف من أمتي عدول من أهل بيتي، في كل خلف من أمتي عدول من أهل بيتي ينفون تحريف المحرفين ويبطلون باطل المبطلين. هذا الحديث بما مضمونه في الصواعق المحرقة تجده في بداية أو أواسط الكتاب على ما أتذكر. فمن هم العدول في يومنا اليوم في زماننا هذا في هذا الخلف؟ نحن خلف أمة النبي صلى الله عليه وآله، في كل خلف من أمتي نحن خلف من أمة النبي صلى الله عليه وآله، فيهم عدول من أهل بيتي. من أهل بيته اليوم ينفي تحريف المحرفين ويبطل باطل المبطلين؟ على كل حال يا شيخ خالد أنا شكرك، ولكن ما تسمح لي بالمباهلة الأخيرة لي. نعم. أنتبه على نفسي. أي. وأمن على نفسي إذا كان يوجد. أخي لا تباهل يا أخ محمد، عندنا الأخ الشيخ أبو يونس من العراق ينتظر كثيرا على الخط. الأخ مخرج ذكر لي، فشكرا جزيلا لك يا أخ محمد من الرياض. لا تباهل يا أخ، أنا أنظر في الدليل والبرهان، جزاك الله خيرا. شبعنا من هذه المباهلات، حياك الله يا أخانا، يا أهلا وسهلا. أسأل الله بحق محمد وعليكم السلام ورحمة الله. أسأل الله بحق محمد وآله الطاهرين أن يريك الحق حقا ويرزقك اتباعه، ويريك الباطل باطلا ويرزقك اجتنابه.